شافته قالت لي الله يخليك خليه عندك تنشوفه، انا ما عنديش فين ندي. انا بغيت نصاوب ليه، بغيتو يقرا، بغيتو يتختن، بغيتو ما مختن، ما قاري، ما عنده ورق، ما والو. فاش قالت لي غنجي نصاوب الورق ما بقاتش بانت، هذيك منها ما بقاتش بانت لدابا. الا كانت كتفرج تجي تاخذ ولدها تدي من يدي ليها تقريه وما تضيعوش، هذا هو اللي كنطلب منها انا. عندي مشكل ديال واحد الوليده، وليد جابته ليا مو عنده 16 شهر، قالت لي خلي عندك عرت واحد 4 سيمانات ولا 3 ونجي ليه. هي هذيك دار شهر وشي حاجه ما بقاتش جات، عاود عيطت لها انا قالت لي جات جابت لي ليكوش، جابت الحليب، شافته قالت لي الله يخليك خلي عندك تنشوفه، انا ما عنديش فين ندي. صافي خليته، قلت له واخا ماشي مشكل، بقى عندي الولد، بقى هي هذيك كانت تسموي مريضه مقابله ماشي مشكل، بقى معايا الولد، بقى دار عام عيطت لها ما كايناش، العام الثاني ما كايناش، هي هذيك ما بقاتش بنت. انا بغيت نصاوب ليه، بغيتو يقرا، بغيتو يتختن، بغيتو ما مختن، ما قاري، ما عنده ورق، ما والو. دار 6 سنين، دابا راه عنده 6 سنين، جات عندي هاد العام، مشينا لها لدارها، مشاو ليها ما لقيناهاش، عار واحد صاحبتها اللي جابت لي النمره، عيطت ليها جات قالت لي شوفي الله يرحم لك الوالدين خليه عندك ما عنديش فين نديه، غنجي نصاوب ليه الوراق ونختنو وندخلو المدرسه ديال الفلوس. طلبتني باس لي على راسي، قلت لها فيها خير، قالت لي ياكي باش تكسي، قلت لها هو مكسي، الكسوه اللي غديري ليا هي تجي ديري ليه ورقه ويدخل يقرا، قالت لي صافي. هي هذيك غبرت، هذيك هي غبرتها لدابا، عيت ما نقلب نسول، كان مشي كيقول لي ما كايناش، سولت عليها كيقول لي ما شفتهاش، مره وحده لحت لي تصاور كلشي وجهها مضغضغ، انا ما عنديش ما ندير، ما عندي مشكل، ماشي دابا صافي شغلك هذاك، ما عندي انا ما ندير ليه. صافي الولد دابا ما مختن ما تيقرا، انا جلست ما بقيتش خدامه، شاده لانتريت جالسه وكاريه وتزير عندي الحبل، ما لقيت ليه هو حل، ما لقيت لي انا حل. دابا الحل اللي ديروا معايا، بغيتو يتختن يعاونونو نختنو ندخلو المدرسه، هذا هو الحل اللي بغيت. كنت وليدي انا ساكنه في بورغون، كنت حداهم وجابتو ليا، هي كانت حدانا ساكنه، ولكن انا ما بقيتش تم، وهي ما بقاتش في ديك السكنه اللي كانت فيها، ما بقاتش فيها السكنه اللي كانت فيها، وكنمشي نلقاها ما كايناش، كنمشي نسول كيقول لي ما كايناش. صافي هذا هو المشكل اللي وقع بيني وبينها، كنمشي كيقول لي ما كايناش، ما بقاتش هنا ما كايناش. كيفاش عرفت على حيت كنت انا تم، وواحد البنت كتعرف بنتي هي اللي جابت لينا الدري، هي اللي قالت لك خليه عندكم عاد نديرو حل، ماشي ديما عاد نديرو ليه حل ونجي ندي ولدي، هذا هو الحل، وهي باقا صغيره ماشي كبيره. لا ما ترددتش، حيت انا عندي ولادي ما ترددتش، شديته باقا صحيحه، باقا راه 6 سنين، دابا راه غادي في 6 سنين ونص هو عندي، ما عندوش باه. هي سولتها قالت لي ما عندوش باه، انا غندير ليه الوراق. صافي ورقه اللي جد فاز زيد، صافي هي اللي كانت جابت لينا، فاش قالت لي غنجي نصاوب الوراق ما بقاتش بانت، هذيك منها ما بقاتش بانت لدابا. انا دابا بغيت عين نختنو باش ندخلو للمدرسه اللي زعما يتعاون معايا ويدير معايا هذا الحل، الله يرحم ليه على الوالدين. هذاك الشيء كله دوزته وليدي، ماشي راه دوزت ليكوش، دوزت داك الشيء كله داز، راه دابا عنده قلت لك جابته ليا عنده 6 شهور، دابا راه عنده 6 سنين،
دابا انا كنت حاطه على المربيه كنخلصها ب 10000 ريال الشهر، وانا خدامه في معمل. دابا انا راك عارف كورونا ما خدامينش، واقفين وماشي باقه صغيره. انا راه انت كتشوف عمري كيدير. دابا انا واقفه من الخدمه ما خداماش، هذاك الشيء علاش انا بغيت ندير لحم. كيفهم كيبرك باغي يقرا باغي ما فيش مشاكل. هو اصلا دري ماشي قبيح، ماشي مربي، ماشي طالع مربي، ماشي قبيح ولا انا ما ناكلهاش وهو ياكلها. ما وليدي اش غنقول لك، راه هو نهار جات موراش وريتها لي قلت لي امك، وهو قالت لي غندير لك الوراق، وهي هذيك غبرت. هو اللي سولته راه غيقول لك. غنخرج وليدي حيت غاليه عليا وما عنديش باش نخلص قسما بالله. ماشي زعما تنكذب ولا. دابا عندي جوج مشاكل، الدري والدهر. ما عنديش انا كون دابا عابيت نكري ونجلس انا وهي، ما عنديش السوق. ومني عدو الشهر ودابا السنين كلشي كيقول لي لا سيري دي لا ما تشديش لا، ولكن ما يمكنش. دري ربيتي مرات اللحم تلوح وما يمكنش. دابا اللي كنطلب بغيت يعاونوني عليه يقرا ويتختل ونصاوب ليه وريقات، وهذا هو الحل. حيت فين ما مشيت كيقولوا لي ما يمكنش، جري تاعيت باش نصاوب ليه اوراق. وكيبغي دابا شي حد اللي ما قال لك ما يمكنش خاص امو، ملي غتجيب لي انا امو حيت عنده عباس دي ما عرفتهاش. كون عرفتها راه انا ما نطلقهاش، انا ما عرفهاش وليدي. كون عرفتها والله ما نطلقها حيت انا تكرفصت. دابا حاليا شهر وانا ما خداماش، كندور كنت كنترزق الله ما بقيتش، كندور ونقلب ونسول عييت. لا انا ما بغيتش نفرط فيه، اللي عاوني عليا ياخذ لاجر. الا كانت كتفرج تجي تاخذ ولدها تدي من يدي ليها تقريه وما تضيعوش، هذا هو اللي كنطلب منها انا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.